مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. أهلا بكم. نبدأ وإياكم مع مقال للكاتب سلام مسافر في صحيفة كتابات، يتناول المقال حكاية الراحل حمودي الحارثي، وهو أحد أبرز رموز الدراما العراقية الذي رحل في ظروف قاسية بعيدا عن وطنه العراق، حاله كباقي الرموز العراقية. يشير الكاتب إلى الحالة الهزلية التي وصل إليها الحارثي في أواخر أيامه، حيث توفي في دار للعجزة بهولندا. يعبر المقال عن استياء عميق من التدهور الذي طال ليس فقط حياة الفنانين الرواد، بل أيضا التراث الثقافي والدرامي العراقي ككل. الكاتب يستذكر الأعمال للحارثي وسليم البصري وراسم الجميلي، مشيرا إلى أن هذه الكوكبة الفنية لن تتكرر إطلاقا في ظل الظروف الثقافية والسياسية الحالية في العراق. يشير المقال إلى الفجوة بين الإرث الفني الكبير لهؤلاء الرواد وبين الواقع الحالي المرير الذي تغلب عليه الرداءة والتزوير، مما أفقد العراق قدرته على إنتاج أعمال إبداعية على مستوى تلك الحقبة الذهبية. طال تزوير إرث الكوميديا العراقية الميمونة باسم الحارثي وسليم البصري وراسم الجميلي وغيرهم من جيل الرواد، الذين ربما لم يبق منهم على قيد الحياة غير بضعة أسماء في الحلقة الذهبية للمسرح والسينما والتلفزيون. فلم يجد منتجو المسلسل الكوميدي أبجد هوس غير موضوع محو الأمية لامتاع المشاهدين، في حين أصبح مسلسل تحت موس الحلاق واسم عبوسي وحج راضي ومن معهما أقانيم في الذاكرة العراقية وعلامة فارقة لحقبة سياسية واجتماعية. لم يتناول الباحثون عند دراستها ظاهرة عبوسي وحج راضي في الوعي العراقي وتأثير جيل المسرحيين الرواد في مجمل الأحداث السياسية، واتسمت إجمالا بالعنف والانقلابات. أغفل باحثو بلد النخيل وأرض السواد تأثير الأعمال الدرامية والكوميدية في تعامل المجتمع العراقي وتأثره وردود فعله في سياسات أنظمة تعاقبت في الرقابة وفرض الممنوعات أو سمحت بهامش من الحرية فجر ينابيع الإبداع غير القابل للتقليد. كوميديا الحارثي ودراما خليل شوقي وقاسم محمد وإبراهيم جلال وفاضل خليل والكوكبة اللامعة كلها لن تتكرر، ليس لأن الثقافة الفنية العراقية عقيمة، بل لأن الإسفاف والتزوير وغوغائية سوق مرادي والأحزاب الكسيحة اللصوصية في العراق بعد الاحتلال أفرزت حكما يمثل أكثر أنواع الكوميديا السوداء فجاجة. فهو نظام لا ينتج ثقافة الضحك والإمتاع ولا يسمح بأعمال إبداعية يبذل معدوها جهدا فكريا حقيقيا للوصول إلى المتلقي على عربة اسمها اللذة. إلى صحيفة المدى ونقرأ مقالا للكاتب فارس كمال نظمي، يتناول نظمي في هذا المقال التداعيات الخطيرة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، والذي يهدد بتفكيك الهوية الوطنية الجامعة وتقويض مفهوم الدولة الجامعة. يشير الكاتب إلى أن التعديل المقترح يعكس تماما نزوعا سياسيا لفرض هيمنة ثقافية ذكورية واستبدادية على المجتمع العراقي ككل، وهو ما سيتسبب في اعتلالات اجتماعية نفسية كبيرة خصوصا على النساء والأطفال. كما يحذر الكاتب أن العواقب الدستورية والقانونية التي قد تنجم عن هذا التعديل المزعوم، مشيرا إلى أنه سيفقد الدولة مرجعيتها التنظيمية كاملة ويجزئ القضاء المجزأ، مما يمنح رجال الدين سلطة موازية للقضاء ويقوض بذلك الأسس القانونية للدولة. الكاتب يؤكد هنا أن هذا التعديل يتعارض تماما مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية، مما قد يضع العراق في مواجهة مع المجتمع الدولي. إن هذه المساعي المحمومة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بهذا الاتجاه الاستبدادي
تعكس قبل كل شيء نزوعا سياسيا لممارسة هيمنة ثقافية ذكورية على المجتمع وتكريسا لقبضة الإكراه والتسلط والاستثار سعيا لتثبيت أركان الحكم الهش بأعمدة أيديولوجية متينة. فالمروجون للتعديل يريدون إظهار الأمر كما لو أنه تفعيل ديمقراطي لحرية دينية يمارسها أتباع كل مذهب في أحوالهم الشخصية بشكل مجتزأ ومنعزل، مع تغافلهم المقصود عن النظر في العواقب الكلية لهذا التعديل وما سينتجه من اعتلالات دستورية وقانونية وقضائية واجتماعية ونفسية ذات طابع كارثي. إن قرار أو إقرار هذا التعديل في حال حدوثه ستنتج عنه عواقب كثيرة آنية أو مستقبلية، من بينها ما يأتي على سبيل المثال لا الحصر. إن إنفاذ التعديل المقترح يعني أن صدمات نفسية وأضرارا اجتماعية هائلة ستلحق بأجيال من الأطفال والنساء من المذهبين، ممن سيجري استرقاقهم وتهميشهم وهدر حقوقهم المدنية وكرامتهم الإنسانية بسبب الزواج المبكر والانتهاك الجنسي المشرع، أو بسبب ما سيعانونه من قهر وإذلال في حال تطبيق فتاوى ذكورية في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة وغيرها. كما سيمارس التعديل المقترح إخلالا قصديا بتماسك الهوية الوطنية بوصفها شرطا جوهريا للسلم الاجتماعي والنهضة الحضارية، إذ تدفع الفرد لتأسيس صورة ذهنية طائفية مغلقة لمذهبه أو دينه بمعزل عن مشاعر المواطنة والانتماء نحو بقية العراقيين. نقرأ مقالا بعنوان المحاصصة تعمق الهوة مع الشعب والبرلمان نحو مزيد من الامتيازات ومعاناة الناس إلى تفاقم، للكاتب محمد التميمي في صحيفة طريق الشعب. يقول الكاتب ويركز في مقاله على قرار البرلمان العراقي الحالي الأخير بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه، هي خطوة أثارت غضب الشارع العراقي، حيث ينتقد الكاتب هذه الخطوة التي جاءت في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية خانقة، بينما يتمتع النواب بامتيازات متزايدة. يشير المقال إلى أن هذا القرار اتخذ في جلسة سرية غامضة، ما يعكس انعدام الشفافية ويؤكد انشغال القوى المتنفذة بمصالحها الضيقة على حساب معاناة الشعب. الكاتب يحذر هنا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي وتفاقم الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة التي تبدو بعيدة كل البعد عن هموم المواطن العراقي. تفاجأ الرأي العام بتصويت سري لمجلس النواب على قرار يزيد رواتب ومخصصات أعضائه لتصبح مساوية لرواتب أو مساوية لرواتب ومخصصات الوزراء، بالإضافة إلى زيادة نسبة مخصصات الخطورة لموظفي المجلس بمقدار 30% من الراتب الإسمي. هذا القرار قوبل برفض شديد واستنكار واسع من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئات واسعة من المجتمع. في هذا السياق تساءل الدكتور حيدر علي المهتم بالشأن السياسي عن سبب تصويت مجلس النواب بشكل سري على هذه الفقرة التي لم تدرج ضمن جدول الأعمال المعلن، معتبرا أن هذا يدل على وجود نية مبيتة لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف علي في حديثه لطريق الشعب أن القوى المتنفذة المهيمنة على مجلس النواب تثبت مرارا أنها لا تفكر إلا بمصالحها الضيقة وتنشيط لجان الاقتصادية دون أن تعير أي اهتمام لمصالح الشعب، وهذا هو الحال منذ التغيير وحتى اليوم. البرلمان قد صم آذانه عن مطالبات الناس بإعادة النظر في سلم الرواتب وتجاهل احتجاجات المتقاعدين المستمرة منذ سنوات التي تطالب بتعديل قانون التقاعد الموحد، ثم نفاجأ بجلسة تتضمن فقرة سرية لتعديل رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها. من موقع أويل برايس الأمريكي نقرأ مقالا بعنوان لماذا لم ترد إيران على اغتيال هنية حتى اللحظة؟
يناقش المقال الغموض الذي يكتنف عدم رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب. يستعرض التقرير الأسباب المحتملة لهذا التردد، مشيرا إلى أن هناك مناقشات داخلية مكثفة وتقييمات كذلك للمخاطر داخل إيران تعقد من أجل اتخاذ قرار الرد. يوضح التقرير هنا أن إيران تواجه معضلة كبيرة بين رغبتها في استعادة الردع تجاه إسرائيل وبين مخاوفها الكثيرة الجمة من التصعيد إلى حرب أكبر مع إسرائيل أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. يشير المقال هنا أيضا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون فرصة لإيران لتبرير رد مخفف على الأقل، ما يضع طهران في موقف حرج للغاية بين استعراض القوة وتجنب مواجهة مباشرة. إن هناك إجماعا بين المحللين على أن المناقشات الداخلية المكثفة وتعقيد التنسيق مع الوكلاء وتقييم المخاطر المرتبطة بالهجوم ساهمت جميعها في تردد إيران. ونقل عن راز زيمت الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب قوله نقل قوله أن إيران تواجه معضلة كبيرة، لأنه بينما يريد خامنئي والحرس الثوري الإيراني استعادة الردع الإيراني تجاه إسرائيل، هناك عناصر في إيران تخشى أن يؤدي هجوم واسع النطاق إلى جر طهران إلى حرب مع إسرائيل وربما حتى مع الولايات المتحدة. وتكهن فرزان ثابت كبير الباحثين في معهد جنيف للدراسات العليا بأن إيران ربما تبحث عن مخرج لتبرير رد مخفف، وأن نوعا من وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يكون مجرد انتصار دبلوماسي تحتاجه للقيام بذلك. وقال زيمت إن وقف إطلاق النار في غزة ربما لا يكون مهما لإيران، لكنه يوفر لطهران ذريعة أو تفسيرا لإطفاء الشرعية على هذا التأخير داخليا وخارجيا في الغالب. تناقش صحيفة تيليغراف البريطانية التأثير المحتمل لأعمال الشغب المعادية للمسلمين في بريطانيا على الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربي. يشير التقرير إلى أن هذه الاضطرابات التي شملت هجمات على المساجد والمهاجرين قد تجعل المستثمرين الخليجيين يعيدون النظر في ضخ أموالهم في المملكة المتحدة. يستعرض مقال مخاوف المستثمرين من تأثير هذه الأحداث على استقرار استثماراتهم، خاصة في ظل التغطية الإعلامية الواسعة لهذه الهجمات في دول الخليج، على الرغم من أن رد الفعل الرسمي كان خافتا حتى اللحظة. إلا أن المقال يحذر من أن هذه التوجهات قد تؤدي إلى تقليل الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تحديدا على المدى الطويل، مما سيشكل تحديا كبيرا للاقتصاد البريطاني. بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة التي استمرت لأسابيع والتي تضمنت محاولة مجموعة من البلطجية إضرام النار في مركز لجوء ومهاجمة المساجد واستهداف المسلمين، يبقى سؤال واحد مطروحا: هل جعلت هذه الاضطرابات مستثمري الشرق الأوسط الأقوياء يفكرون مرتين قبل وضع أموالهم في بريطانيا؟ أفادت الصحيفة بأنه سؤال قد يساوي عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية للبلاد، حيث تتمركز بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم في الخليج. وقد وضعت الصناديق السيادية والمؤسسات المماثلة مثل صناديق التقاعد العامة وضعت 13 مليارا و600 مليون دولار في المملكة المتحدة السنة الماضية وفقا لبيانات صندوق الثروة السيادية العالمي. وقد جعل ذلك بريطانيا رابع أكثر الوجهات جذبا للاستثمارات الخارجية بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية. ولا تتوقع آلي رينيسون وهي مستشارة حكومية سابقة أن تعرقل أعمال الشغب المعادية للمسلمين المحادثات التجارية مع دول الخليج. ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن الصناديق ستزيد بسعادة من الإنفاق على نطاق قد يلبي أهداف السيدة ريفز، ومن المحتمل بشكل متزايد أن تبدأ الدول الإسلامية بهدوء في إبطاء الاستثمار الأجنبي واستخدام لهجة مختلفة وإصدار تحذيرات تجاه المملكة المتحدة في المرة القادمة.
أحداث هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور. نقرأ وإياكم هذا الخبر المهم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن زيادة حالات الإصابة بجدر القرود تعد حالة طوارئ صحية عامة تتكثف جهود المراقبة ضد فيروس أمبوكس جدري القرود هذا على مستوى العالم، حيث أظهرت التجارب على علاج جديد نتائج مخيبة للآمال ضد المتحور الذي يتسبب في تفشي المرض حالياً. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا للكاتبة كات لاي قالت فيه إن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها رفع تقييمه لمستوى خطر الإصابة بفيروس أمبوكس المعروف سابقا باسم جدر القرود من منخفض إلى متوسط، وجاء هذا القرار بعد أن أبلغت السويد عن أول حالة إصابة بفيروس كلاد آي بي خارج إفريقيا. وأوضحت الكاتبة أن الفيروس له سلالتان رئيستان، وقد كانت السلالة الثانية مسؤولة تماما عن التفشي العالمي للفيروس في عام 2022، والذي أصاب بشكل رئيسي الشواذ وثنائيي الجنس. أما الفصيلة الأولى فهي متوطنة في أجزاء من إفريقيا، وكان معدل الوفيات فيها أعلى تاريخيا. ويبدو أن الفصيلة الثانية في شكلها المتحور آي بي تنتشر بين الناس بطريقة مستدامة لأول مرة، سواء عبر الاتصال الجنسي وغير الجنسي. وقال الدكتور جون ناس البارناز، وهو زميل باحث متخصص في فيروسات الجدري في معهد بير برايت، قال إن هناك أمرا كبيرا مجهولا يتعلق بديناميكيات انتقال فيروسات كلاد آي بي، وقال هل هو أكثر قابلية للانتقال من فيروسات الفصيلة الأولى الأخرى؟ هل ينتقل بشكل أفضل عبر الاتصال الجنسي؟ نتابع وإياكم فيديو اليوم.
دمتم بحفظ الله وإلى لقاء.